صياد فردينا سوا مزروع فوق ترابها وعجباه كل احبابها وبتضل عالي فوق يسعد صباحك زينب. يسعد صباح كمان كل مشاهدي الاخباريه السوريه واللي انضموا لرحلتنا الصباحيه لليوم. طبعا امبارح كان في الانتخابات التشريعيه للدوره التشريعيه الثالث لاعضاء مجلس الشعب، مثل ما شفنا يعني خلصت الانتخابات وناطرين اكيد النتائج. بنقول لكل الشعب السوري اللي كان متابع الاعلام الوطني لحظه بلحظه من كل المحافظات، شكرا لانضمامكم ومشاهدتكم ومتابعتكم لنا ومشاركتكم ايضا الواسعه. اليوم ضمن صباحنا رح يكون عنا محطة ضمن هالموضوع وأيضا محطات تانية وأخبار من المحافظات السورية والعالم وضيوف اختصاصيين، لكن قبل ما أبدأ بدي أرجع رحب بنور. بدنا نقول لها اشتقنا لها لأنه قلنا هيك صباحين ما طلعنا بدونها. أكيد زينب وأنا اشتقت لكم، يسعد صباحك صباح جميع مشاهدي الإخبارية السورية وين ما كانوا عم يتابعونا. مثل ما قلتي امبارحة كانت انتخابات أعضاء مجلس الشعب الإخبارية السورية منذ ساعات الصباح الأولى كانت متواجدة بجميع الشوارع بدمشق والمحافظات السورية لرصد سير العملية الانتخابية. انتخب السوريين، كل واحد كان حاطط آمال معلقة على الأعضاء اللي حابين يكونوا متواجدين تحت قبة البرلمان ليمثلوهم ويمثلوا طلباتهم وآمالهم لبكرة ليكون أحلى إن شاء الله بيد كل السوريين. بنبني سوريا إيد بإيد. فاصل صغير ونبتدي رحلتنا الصباحية لليوم. قبل ما نبدا ونستقبل ضيوفنا رح نروح ونتذكر اهم الاحداث اللي صارت بمثل هاليوم بهالتقرير. اليوم 20 تموز، عبر الزمن والسنين شهد هاليوم كتير من الأحداث. قراءة سريعة لذاكرة هاليوم. بعام 1969 أبولو 11 يحط على سطح القمر. بعام 2004 الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى وبأغلبية ساحقة قرارا يطالب الاحتلال الإسرائيلي بتفكيك معظم أجزاء الجدار العازل الذي أنشأه في الضفة الغربية. ومن الشخصيات يلي أبصرت النور بمثل هاليوم، بعام 1864 إريك إكسل كارفولد شاعر سويدي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1931. وبعام 1919 إدموند هيلاري مستكشف نيوزيلندي وأول شخص يصل إلى قمة جبل إيفرست في العالم. ومن الوجوه يلي غيبها الموت عن عالمنا بمثل هاليوم، بعام 1937 غوليلمو ماركوني عالم فيزياء إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1909. هاي كانت أبرز الأحداث يلي صارت بمثل هاليوم. نهاركم سعيد. ده
زينب، بداية صباحنا لليوم ما رح تكون بعيدة عن مشهد مبارح اللي تجلى بمشاركة شعبية واسعة لممارسة الحق الدستوري في انتخابات مجلس الشعب. دخلنا اليوم بمرحلة عملية فرز الأصوات، نتعرف أكثر على الفترة المسموحة للطعون، آلية عمل فرز الأصوات مع القاضي حسام الدين رحمون رئيس لجنة القضائية الفرعية بدمشق. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك على الشاشة الأخبارية. صباحكم، أنا سعيد كثير بوجودي معكم صباحا. يسعد لي صباحك واهلا وسهلا فيك. يعني بعد يوم طويل من الانتخابات والتمديد ايضا للانتخابات التشريعيه، خلينا نحكي كيف شفت على العمليه الانتخابيه، سير العمليه الانتخابيه قانونيا، كيف تمددت؟ كان في اقبال حتى تمددت؟ احكي لنا اول شيء عن المشهد الانتخابي بشكل عام. اكيد، يعني انا بدي اتشكر سؤالك. نحن بنعمل المشهد الانتخابي عنا عملية متكاملة. حضراتكم عشتوا الإعلام ومشكورين، رفعتوا العملية الانتخابية من مرحلة الترشيح لمرحلة الجداول النهائية للمقبولين بالانتخابات، للدعاية الانتخابية، للصمت الانتخابي، ليوم الانتخاب الطويل. أنا من إلي الشرف كان من انتخابات الإدارة المحلية بال 2011 لحد الآن عم كون بضمن اللجان المشرفة على القضائية المشرفة على الانتخابات. هلا من خلال التجربة الطويلة فيني قوم يوم أمس أزعم، يعني أو خلال تجربتي الشخصية، إنه بزعم إنه كان يوم أمس من أهدى أيام الانتخابات على اللي عشت أنا على الأقل. حضرتك سأليني شو المؤشرات. عادة نحن بالانتخابات الماضية منقيس حجم أو هدوء اليوم الانتخابي من خلال كم الاتصالات الهاتفية بتجينا من وكلاء المرشحين بيقول لي هون في مشكلة، هون في عندي أزمة معينة، هون منعوا وكيلي يفوت على مركز انتخابي، هون حدا عم ينتخب مرتين. هلا الكم اللي كان قبل بنسبة مقبولة أنا مبارح تقريبا ما شفته، تقريبا كان شبه معدوم. هيدا بيدلني، بيعطيني مؤشر ويخليني اطمئن على شغلتين أساسيات. إنه نحن كلجان قضائية كان حسن إعدادنا للانتخابات هو إعداد جيد، وأيضا التزام أمناء لجان الانتخاب، يعني أعضاء لجان الانتخاب مثل ما بيقولوا هو العوام، لجنة الصندوق تبع الانتخابي كمان كان انضباطهم عالي، وكل عملية متكاملة. هلا اليوم الانتخابي تعرفي حضرتك أول شيء عم نراعي شغلتين أساسيات، هو وضع الكورونا اللي هو وباء عالمي، وعم نراعي كمان حالة الطقس. يعني هلا إذا واحد كبير مثل عمر مثلي ما عنده وظيفة، ما عنده شيء، ممكن ما ينزل أثناء النهار تحت بالقيص بالشوب والحر الموجود، بيقول لك أنا بنزل بعد الظهر على مهلي. هلا نحن لاحظنا من اعتبار من الساعة 6 مساء صار حجم المشاركين بالانتخابات صار عم يزيد، لذلك ادعت اللجنة القضائية العليا بناء على اخبارات او طلبات من اللجان الفرعيين بتمديد وقت الانتخاب، واستجابت اللجنة العليا مشكورة ومددوا وقت الانتخابات لأربع ساعات. نعم، فإذا هذا التمديد كان مبرراته. خلينا نحكي إذا بدنا نحكي عن فرز الأصوات والإجراءات اللي بتضمنها فرز الأصوات، الكل ناطر هلا النتائج. تمام، أنا بدي أحكي بالقواعد العامة لأنه إذا بيدخل بالتفصيلات يمكن بيخلص برنامجك وما بخلص. صحيح، لهيك عم نسألك. أكيد. هلا نحن إذا افترضنا أو أكيد انتهى تصويت الانتخابات الساعة 11 من يوم أمس، كنا عم نمنع المراكز شيء حازم وواضح. إنه إذا صارت الساعة 11 عندي بالليل وكان عندي 50 شخص ضمن مركز الانتخاب، يا ترى بعتذر منهم بقول لهم انا بطلت نخبكم، ولا لا بنخبهم وبعدين بوقف بعد الانتخاب؟ لا، هدول حقهم كمواطنين طبعاً. كانوا صافين بالدور يمكن نص ساعه او ساعه، اذا وصل دخل ضمن مركز الانتخاب ينتخب ويقترع. هلا سكرنا نحن باب الانتخابات، ومن واجبات لجان الترشيح اول شيء تفتح هذا الصندوق الانتخابي الابيض من لون قلوب الشعب السوري لامام الاشخاص الموجودين ضمن مركز الانتخاب، بفضلوهم بيحصوا عدد المغلفات الانتخابيه، كل 100 ظرف راح يحطوه بظرف كبير ويقارن عدد المقترعين، عنده جدول عم يسجل عدد المقترعين بعدد
المغلفات الانتخابيه الموجوده، وراح يشوف اذا العدد متساوي راح يبلش بفرز الاصوات. اذا فرض مو متساوي شو القانون قال؟ قال له اذا كان عندك نسبه 2% اعلى، يعني اذا عندي انا 100 صوت او 1000 صوت بمركز انتخابي طلع عندي زياده 16 مغلف، راح نتلف 16 مغلف مباشره نشرع نحصي اصوات الالف. اذا عندي مثلا 986 مغلف كمان بشرع. اذا عندي اكثر من 1022 صوت ساعتها بلغي المركز الانتخابي وبنقرر اعاده الانتخاب في اليوم التالي. العمليه فرز الاصوات كثير سلسه، عندنا اوراق فرز منظمه وواضحه، ورئيس المركز الانتخابي واشراف الوكلاء عم يتلي الاسماء وعم نعبي هذه الفراغات. انتهت عمليه الفرز، عندنا محضر الانتخاب اللي هذا واجبه رئيس المركز الانتخابي من الصباح من 6:30 الصبح يملا الفراغات، وفي عندنا حقل للوقائع، اي شيء بيصير اثناء النهار الانتخابي عم يسجلوا فيه، وبعدين راح يسجل اسماء المرشحين وكل صوت مرشح، يعني كان بقطاع الف، لانه بتعرفي حضرتك في قطاع الف للعمال والفلاحين، في قطاع ب لباقي فئات الشعب، وكل حسام رحمون اخذ صوت، او انا يمكن ما يعطوني لا صوت لكنت مرشح، بيقول اخذ حسام صوت واحد رقما وكتابتان، وراح يسلم هذا المحضر الانتخابي الى اللجنه الفرعيه القضائيه. اللجنه الفرعيه القضائيه راح تشيك على هذا المحضر من حيث الشروط الشكليه الواجبه، انه المفروض يكون موقع من 3 اشخاص هن اعضاء لجنه الصندوق، وبعدين بنعطيه للجان الفرز والتدقيق والاحصاء، ومستمر بيستمر تدفق هذا او اليه هذا العمل حتى يردنا اخر محضر انتخابي. حينها ويورود اخر محضر انتخابي بيكون بشكل اوتوماتيكي الحاسب الالكتروني اعطاني اجمالي اصوات كل شخص قديش، كل مرشح قديش اخذ. هلا بالورقة الاقتراع اللي بيكون ضمن المركز الانتخابي، المفروض ما يكون اي ورقة اقتراع غيرها او اي دعاية انتخابية لاي مرشح سواء كان مستقل او احزاب، في لها شروط لتكون صحيحة. صحيح. هي حابين نحكي عنها كمان استاذ حسام، يعني امتى بتكون الورقة باطلة وامتى بتكون انه صحيحة لما بده الواحد يقترع؟ اذا تكرر الاسم مثلا بنفس الصندوق يعني بشكل انه شخص واحد اكتشفت انه شخص واحد حط مثلا مرتين، اقترع مرتين بنفس الصندوق او اقترع باكثر من صندوق، او مثلا اذا كان حاطط ورقة بيضاء مثل ما عم نشوف احيانا في ناس ما بتقترع بتحط لازم تحط ورقة بيضاء. أكيد. هلا في عنا شروط صحة وفي عنا أسباب بطلان الورقة الامتحانية. لو عفوا الورقة الانتخاب ورقة الاختراع. أخذ علينا هي امتحان. أنا ساعات دخلت على رحاب الجامعة وقعدت على الكرسي المزيك هذا. قلت له الشاب اللي عندكم بالإعداد فرجعتني 40 سنة. هي لا مرحلة امتحانية للأعضاء بالمرحلة المقبلة. فرجعتني 40 سنة وذكرتني يوم كنا نقعد بالجامعة. هلا الورقة الأصل إنه نحن خلينا ناخذ مثل عملي، انه نحن اذا عندنا دائره دمشق الانتخابيه عندنا بالقطاع علي 9 مرشحين 9 مقاعد، وبالقطاع ب 19 مقعد. اذا اجت الورقه الورقه الاقتراع 9 ب 19، فاذا ما عندنا مشكله. اذا اجانا بالقطاع علي مثلا 11 اسم واجانا بالقطاع ب 22 اسم، نحذف مباشره الاسماء للاسفل ونحافظ على الرقم 10 و19. هلا حسام رحمون مرشح عن القطاع ب باقي فئات الشعب، واجا اسمه بالقطاع الف، يا ترى في رئيس لجنه الانتخاب يحسب له صوته؟ طيب اذا ما في غير اسم حسام رحمون بالمرشح بالقطاعين، بقى من باب البدهي انه ممكن هذا الناخب يكون صار عنده خطا قلمي يحسب له صوته. طيب اذا تكرروا الصوتين يعني بالقطاع الف وبالقطاع ب راح نحسبهم صوت واحد. في تناسق. من شروط صحه ورقه الانتخاب ايضا انه ما تكون فيها اي علامه فارقه. يعني بعضهم بيقول له اخي بدك تنتخبني تحط لي علامه اكس مشان افهم انه انت انتخبتني. هي باطله قولا واحدا. يمكن يكون راسم منظر طبيعي بالليل هو يعني يفكر فيها. ممكن يكون حالم له بشي شغله، يعني بالشمس وهي عم تشرق، كلها العلامات الانتخابيه.
ممكن يكون حاطط قائمة إنه أنا قائمة الوحدة الوطنية وأنا قائمة كذا، كمان تبطل، ممنوع على ورقة الاقتراع. طب إذا سألتيني سؤال إنه إذا هو جايب ورقة اقتراع من عنده، يا ترى بيحق له يحطها بالصندوق الانتخابي؟ بيحق له، بس بيحق له لكن بالضرورة إذا تكون خالية من أي علامة فارقة. هلا في ناس قالوا ممكن تضيفي أسماء مثلا أو تضيفوا أسماء اللي بدكم إياها على ورقة الاقتراع، صح هذا الحكي؟ هلا نحن عنا الورقة بيضاء. هلا في بعض المرشحين، بعض المرشحين اللي بيعملوا تكتلات انتخابية سواء كانوا أحزاب أو مستقلين، ممكن يطبعوا أوراق وينشطوا على باب المركز الانتخابي لوكلائهم ينشطوا لهم. هلا ممكن اخذ ورقه مطبوعه منه ويكون يكون بذهني اسم حدا ثاني ضيفه، ما عندي مشكله. كل هالامور منيحه. هلا ممكن واحد بكل هالمرشحين اللي عندنا، نحن 238 مرشح بدمشق، هو مقتنع غير مرشح واحد فحط اسمه، يا ترى 18 واحد ما انتخبهم هذول، الورقه مقبوله والضروره مقبوله، لان هو انا حر، يعني الاراده هي فعل شخصي يعبر عنه شخص، فإذا أموره محلولة ما في عندنا مشكلة. هذا لجهة ورقة الانتخاب. طيب أستاذ حسام، خلينا نحكي عن فترة الطعون. تمام. الفترة المسموحة على الطعون إمتى بتبلش؟ قديش هي الفترة الزمنية؟ هلا أنا بدنا نميز بين شغلتين، بين الاعتراض والطعن. الاعتراض بيكون على العملية الانتخابية وينتهي موعده بتسليم النتائج النهائية، يعني بإعداد الجدول النهائي لفرز الأصوات وتسليمه للجنة القضائية العليا. أن حضرتك بتعرفي وحضرتك أنه نتائج مجلس الشعب أو الفائزين بعضوية مجلس الشعب تعلن من قبل اللجنة القضائية العليا. صحيح. الفائزين بمجالس الإدارة المحلية، اللجان الفرعية بتعلنها، مجلس الشعب، اللجنة القضائية العليا. فإذا باب الاعتراض مفتوح طالما نحن عم نفرز نتائج. هذا الاعتراض يقدم إلى اللجنة الفرعية القضائية. ليش لنا اعتراض؟ لأنه بده يطعن بإجراءات الانتخابات سواء بيوم الانتخاب أو بعملية الفرز أو بدوبلة الأصوات مثل ما تفضلتي وحكيتي. هذا يفترض يكون سجل اعتراضه على محضر الانتخاب بحقل الوقائع، وواجب رئيس واجب لجنة الانتخاب تجاوبه على اعتراضه. هلا اذا اقتنع بجوابهم انعم به واكرم، ومعظمهم ما راح يقتنع بجوابهم لانه هو دائما بيعتبر حاله على حق، راح يقدم باعتراض للجنه الفرعيه القضائيه ونحن راح نجاوبه على اعتراضه بشكل اسرع، يعني باسرع وقت ممكن. هلا ممكن اذا هو ما سجل اعتراض بمحضر الانتخاب، نحن بكل بساطه راح نقول له نرد لك اعتراضك شكلا. ليش شكلا؟ لانه انت ساعات عم تعترض على قرار لجنة انتخاب. اعتراضك أمام لجنة الانتخاب، فإذا أنا ما عندي قرار دقيق بمدى صحته أو بمدى خطأه. سلمنا النتائج النهائية للجنة العليا للانتخابات. وسيد رئيس اللجنة القضائية العليا أعلن أسماء الفائزين بمختلف المحافظات. بقى هون من تاريخ صدور هذه النتائج للمرشح الذي يرى نفسه كأنه مظلوم أو ممكن يعيش 20 سبب يتهيأ له أو يكونوا فعليات، نحن ما لنا بالسرائر، خلال 3 أيام يتقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية. والمحكمة الدستورية المفروض خلال 7 أيام تجاوبوا على هذا الطعن. يعني الطعن بتكون بمثابة دعوة يسجلها أمام المحكمة، والمحكمة أيضا راح تنظر بمدى صوابية أو عدم صوابية هذا الطعن وتجاوبوا عليه. هذه العملية بكل بساطة. نعم. بما أنه أستاذة حسام قلت أنه مبارح كان من أهدى أيام الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب، بالرغم من أنه كان في كورونا ودرجات حرارة عالية، لكن شفنا في إقبال يعني مقبول خلينا نقول على الانتخابات. وخلينا نحكي عن دور المحكمة الدستورية العليا بهي العملية. يعني تعامل الطعن كأنه دعوة، له أن يقدم من المستندات والوثائق التي يرى أنه تفيد طعنه، وواجب هذه المحكمة أن تدقق خلال 3 أيام مثل ما قلنا، هو معه 3 أيام يقدم، وهي واجبة خلال 7 أيام. نعم. تثبت بهذا الطعن وتجاوبه وتقول له أنت محق ولا ما أنك محق،
انت طعنك طلع صحيح واللي ما هو صحيح، والشغله بكل بساطه هي اكيد. حاولنا يمكن نستفسر عن جميع الممكن التساؤلات اللي بتخطر ببال جميع الناس اللي عم يتابعونا اليوم حول انتخابات اعضاء مجلس الشعب. نتشكرك القاضي حسام الدين رحمون رئيس لجنه القضائيه الفرعيه بدمشق على وجودك معنا. اكيد نوجه تحيه لكل المؤسسات المعنيه بيوم الانتخاب، كان في جهود جباره تشاركيه في جميع قطاعات ومؤسسات الدوله لسير العمليه الانتخابيه رغم الظروف الحاليه على اكمل وجه. شكرا كثير. وأنا شاكر أسئلتكم وشاكر حرصكم على إيضاح الصورة لجميع الناس. أكيد نحن متشكر وجودك معنا، يعني دائما صباحاتنا هيك بنكهة العدالة خلينا نقول والمعلومة القانونية الصحيحة. شكرا لوجودك معنا. شاكر لك. شكرا. أما هلأ نور بدنا نروح على القنوات ونشوف الآثار الرومانية العريقة من أهم الأماكن للمعابد الرومانية القديمة، رح نشوفها بهالتقرير. تعود آثار القنوات لأكثر من 5000 عام، وتعمل مديرية الآثار على ترميم كل المعالم الأثرية التي توقفت بها عمليات الترميم خلال سنوات الحرب الإرهابية على سوريا. الامتداد التاريخي والجذور التاريخية متأصلة في قنوات. طبعا مجموعة العمائر والأبنية المدنية والسكنية في المدينة تشهد بذلك. أيضا العمائر الدينية، العمارة الدينية في قنوات مميزة جدا، توجد فيها مجموعة من المعابد المهمة مثل معبد زيوس، معبد رابوس، معبد آلهة المياه، أيضا مجمع الكنائس الذي أقيم على تجمع معابد قديم، أضيف إليه مجموعة من العمائر والعناصر المعمارية تلائم الفترة المسيحية. أيضا هذه العمائر تتميز بطراز معماري مهم جدا، حتى أن الأبحاث الأثرية مهتمة كانت كثيرا بموقع قنوات لأنه توجد فيه أكثر من صبغة وثقافة مرت على هذه المدينة. كناحية تاريخية بلدة قنوات تعتبر من المواقع المهمة تاريخيا خصوصا ما قبل الفترة الرومانية، يعني في مجموعة خراب موجودة حول بلدة قنوات مثل خربة الصوان الموجودة غرب قنوات تقريبا بشي 2 كيلومتر بترجع ل 5000 قبل الميلاد، يعني قبل الرومان وقبل الفترات الكلاسيكية بشكل عام. الموقع المتواجدين فيه حاليا يعرف بتجمع معابد قنوات. طبعا هذا التجمع يسمى بتجمع معابد قنوات لعدة أسباب. السبب الرئيسي هو أن الموقع يعود إلى عدة فترات تاريخية، تبدأ بإنشاء معبد روماني في الجزء الجنوبي الغربي منه في القرن الثالث الميلاد، ثم التوسع باتجاه الشمال والشرق في الفترة البيزنطية اعتبارا من القرن الرابع للميلاد، وإنشاء عدة كنائس تعود إلى عدة فترات تاريخية. لهذا تسمى تجمع المعابد أو تجمع معابد قنوات. تعد آثار القنوات من أهم الآثار في المنطقة الجنوبية لتعدد المعالم الأثرية التي تعود لحقبات وحضارات مختلفة وتجمع بين الكثير من المعالم الأثرية، أهمها معابد القنوات التي تعود لأكثر من حضارة. زينب، رغم الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد بنجاح العالم إلا أن الأنشطة الثقافية ما توقفت ضمن ضوابط الحماية والوقاية، فالكتاب بتنوع العناوين والمضامين رح يكون متاح بشكل أكبر للقراء ضمن معرض افتراضي للكتاب. رح نتعرف على هي الفكرة بشكل أوسع مع ضيفنا الأستاذ هيثم الحافظ رئيس اتحاد الناشرين السوريين. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وصباح السادة المشاهدين، ويسعد صباح سوريا الحبيبة. خليني أقول بانتهاء اليوم الانتخابي والانتهاء لهذا العرس الديمقراطي اللي نحن عشناه مبارح واليوم عم نشوف نتائجه وعم نشوف أبعاده. نحن بالنسبة لواقع النشاطات الثقافية طبعا عم نحاول ما نوقف النشاطات الثقافية، وكلنا بنعرف المشكلة الأساسية اللي هي
عم ترافق النشاطات الثقافية عموما هي الحضور الكثيف. يمكن أستاذ نحن كنا حكينا بحلقات سابقة عن فكرة كانت عم تنخلق لسه عن وجود أو فكرة وجود معرض افتراضي. تمام. اليوم كيف تبلورت هي الفكرة وشو الإجراءات لتعمل؟ نحن تقريبا صرنا حوالي أشهر ونحن عم نحاول، خصيصا بعد ما صدر قرار بأنه إلغاء معرض مكتبة الأسد هذا العام. طبعا حاولنا نتواصل مع الجهات المعنية في عودة المعرض، لكن بكل أمانة وبكل صراحة الواقع الصحي والأمان الصحي هو الأهم، عم يدعينا أنه نحن نأجل فكرة إقامة معرض هذا العام. ويعني ولازلنا عم نحاول أنه نحن نلاقي حلول، لكن اللي واضح أمامنا حتى الآن الحلول غير واردة أو الحلول غير كافية لإضفاء واقع صحي جيد على المعرض، لإضفاء واقع أمان للمواطنين. فلذلك اتجه اتحاد الناشرين السوريين والمكتب التنفيذي لاتحاد الناشرين بإقامة معرض افتراضي. أول شيء بدأنا قبل المعرض الافتراضي بفكرة أنه نحن نوصل الكتاب للقارئ من خلال تواصلنا، من خلال منصات أقمناها، إن كان على الفيسبوك وإن كان في بعض الأحيان شيء اسمه من 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 أشياء التواصل الاجتماعي. عم نحاول قدر المستطاع، إن كانت عن طريق الإنستغرام، إن كانت عن طريق تويتر، عم نحاول قدر المستطاع أنه نحن نخلق حالة تواصل بيننا وبين القارئ. المكتب التنفيذي لاتحاد الناشرين السوريين اتجه انه نحن لازم نلاقي حل عن طريق إقامة معرض افتراضي. شفنا عدة شركات في سوريا وحتى خارج سوريا اللي خليني اقول برمجة، لانه هو إقامة المعرض الافتراضي يحتاج الى شركات كبرى، يحتاج إلى واقع تقني مهم، يحتاج إلى تقنيات عالية. حاولنا نشوف عدة شركات، وحقلكم بأكثر أمانة شفت أنا شركات من خارج سوريا وتواصلنا معهم لإقامة هيك فعالية. بالأخير يعني مثل كل عمل بتشكل لجان بهذا الموضوع، وتم اختيار شركة سورية للتعاون مع اتحاد الناشرين السوريين لإقامة هذا المعرض الافتراضي. الشركة السورية إلى باع في التعليم الافتراضي، وإلى باع أيضا في العمل لإقامة منصات افتراضية، وخاصة في مجال التعليم الافتراضي. الشركة اسمها AMT تعتبر من كبرى الشركات في التقنيات، ونحن بكل أمانة وبكل صراحة بنوجه لهم شكر، وبنتمنى نتفاعل نحن وياهم لإيجاد خليني أقول صيغة أو تفاعل يخدم القارئ السوري ويحقق قفزة نوعية. وأنا بدي أكد على فكرة أنه المعرض الافتراضي في الوطن العربي ما حدا لسه نظم معرض افتراضي جيد، لكن هذا بدي اسالك عنه. يعني في افكار خلال الجائحه العالميه اللي عم نحكي عنها، فيروس كورونا اجتاح العالم بشكل كثير كبير. كثير من النشاطات والفعاليات توجهت للعالم الافتراضي من خلال اساسا المدارس والتعليم، وكثير تفاصيل. هي الفكره عم تشتغل عليها، وقلت هي فكره لاول مره يتم طرحها، تنفيذها على ارض الواقع كيف راح يكون؟ مثلا قديش رح تكون فعلا بديله لمعرض الكتاب لما انا اعمل معرض كتاب افتراضي؟ طب انا اذا بدي اشتري كتاب مثلا، في نحن دائما بننطر معرض الكتاب، لانه معرض الكتاب بيكون فيه عدد كثير كبير من الكتب وعدد كبير من دار بجميع مختلف انحاء الوطن العربي، بيكون في عروض، لانه بنعرف التكلفه قديش اليوم كبيره على المواطن السوري، لانه خلال المعرض عم تعملوا يمكن حسومات بتوصل لل 60% واكثر ببعض الاحيان. انا كيف فيني يكون بالمعرض الافتراضي اشتري كتاب؟ كيف فيني كون جزء من هيدا المعرض كمواطن عم منطره من سنة لسنة؟ هلأ حلو سؤالك، أنا بس اسمحي لي اشرح كلمة افتراضي بس. تماما. افتراضي يعني المقصود هو العالم الافتراضي اللي هو الانترنت. يعني صحيح. في واحد بيقول انه هذا المعرض الافتراضي خطأ التسمية، لازم تكون معرض مثلا افتراض، بيمكن يقول لك معرض انترنت، معرض رقمي.
كل التسميات هي مستحدثة وكل التسميات صحيحة. حتى موضوع الافتراضي ممكن أنا أقول شخصيا بواقع أنه ممكن هي أكثر من 60-70% الكلمة صحيحة. اليوم القصد منه أنه نحن نفترض أنه هذا المعرض مقام على أرض الواقع ونحاول أن ندخل إليه. هيك هذا المعنى الأساسي والأول، لأنه نحن كل ما بنقول عالم افتراضي اليوم الانترنت بكل أبعاده، اليوم أنت موبايلك هو عم يروح على عالم افتراضي، يعني عم يروح على شيء ما هو ملموس مباشرة. فلذلك على فكرة أو كلمة المعرض الافتراضي ممكن أن تكون صحيحة، ممكن أن تكون لها مسميات أخرى، لكن أنا الآن عم بتجه إلى الفكرة بشكل عام. يعني ممكن نسميه المعرض الرقمي، مش شرط أن يكون معرض الافتراضي، ممكن نقول بس هو المعرض الافتراضي هو معرض بديل، يعني بديل على الواقع الموجود. نعم. ممكن نقول معرض التواصل عن طريق الانترنت. فنحن لكن أنا خليني شو ما كانت المسميات، نحن الآن أمام الفكرة بحد ذاتها. صحيح. إنه الفكرة إنه أنت وقاعد في مكتبك وأنت وقاعد في بيتك بدك تزور هذا المعرض، كيف حيكون؟ حيكون تقريبا، وهذا نحن أنا بدي دائما حس الشركة المنتجة أو الشركة خليني أقول الشركة الشريكة إلنا بإقامة هذا المعرض، إنه نحن حقيقة نحاول قدر المستطاع إنه نحن نساوي معرض هو قريب للواقع. تمام. يعني أنت اليوم بتفوتي على المعرض، حنفترض لسه ما سمينا له اسم، حنعطيه اسم، حنعطيه مسمى، ممكن يكون مسمى اتحاد الناشرين السوريين، ممكن نسميه معرض الكتاب السوري، تحت أي مسمى كيف حتكون تنفيذ الفكرة؟ حندخل على المعرض عن طريق الانترنت، حتفوتي عن خلال من خلال جوالك، حتفوتي حتلاقي أمامك حقيقة أجنحة، حتلاقي مثلا جناح لدار، حتكون في مشاركات عربية وعالمية تماما، حتكون مثلا في عندك جناح مثلا لدار الإرشاد، جناح لدار الفكر، جناح لدار الحافظ، جناح لدار المؤنس، جناح لدار مثلا كيوان، جناح لدار كنعان، حتلاقي الأجنحة بأسمائها، حتلاقي جناح اسمه وزارة الثقافة، حتلاقي أجنحة. أنت حتفوتي حنحاول نعيشك الواقع الافتراضي بس لكن بشكل موجود. حقيقي. نعم. حتفوتي على الموقع حتقولي أنا بدي اتجه الآن إلى جناح مثلا وزارة الثقافة السورية، حتتجهي على جناح وزارة الثقافة السورية، حتشوفي الكتب الموجودة فيها، حتشوفي تتفاعلي مكتب، هل حنستطيع نمسك الكتاب ونعمل كل تفاصيله؟ هذا الكلام حيكون في ميزة البي دي اف مثل ما إيه تماما موجودة. بس لكن هذه الأجوبة الآن، الأجوبة التقنية والأجوبة الفنية الكاملة المتكاملة، خليني أقول خلينا نأجلها لحوالي شهر عندما نعلن عن تاريخ المعرض، لأنه إحنا لحتى الآن نحن ما أعلننا عن تاريخ المعرض، لسه العمل جاري. يعني العمل جاري بالذات من الناحية الفنية والتقنية. أنا ححاول أن يكون معرض افتراضي لكن برؤية وواقع في روح يعني حقيقية، نسخة عن المعرض الأساسي، نسخة عن المعرض الأساسي. ممكن أنا أقول لك حتحسي تفوتي وحتحسي بشعور ممكن مع الناس الآخرين اللي دخلوا معك، ممكن يصير في تواصل بينك وبين مدير الجناح، أو ممكن تسألي عن كتاب، ممكن تسألي عن، ممكن حتى نعمل إنه اليوم حنساوي حفل لتوقيع كتاب من خلال المعرض الافتراضي. لكن هذا كلياته هي رؤى وأفكار لسه على أرض الواقع ما تمشي. الشيء الوحيد اللي تم الآن هو توقيع الاتفاقية بيننا وبين الشركة IMT اللي هي حتنظم هذا المعرض، عشان ما تنسرق الفكرة. لا لا على فكرة بدي أقول لك على شغلة، الأهم هي الفكرة موجودة، في موجودة بس ما تم تنفيذها بأوروبا، في إحدى الدول الأوروبية ما حجيب اسمها ساوت هذا المعرض، لكن طلع معرض هش، معرض ضعيف. عملوا المعرض، أنا حأحكي بكل أمانة، بتفوت على المعرض لكن بتروح على موقع الدار أو على صفحة الدار، موقع اللي فيني أساساً أدخل عليه بشكل عام. وهيك وسموه معرض افتراضي. هذا المعرض أنا برأيي الشخصي تقنياً غير ناجح. نحن عم نحاول نساوي معرض بكل أبعاده. على فكرة التكاليف كتير عالية، تكاليف برمجته، وبالذات وقت نحن عم نحكي نحن يعني بدنا نفوت على مدينة افتراضية تماماً، ممكن تكون تماماً 3D، ممكن تماماً حسب الإمكانيات، ممكن حسب نحن عم نحاول، نحن عم نحاول نطور. ونحن بكل أمانة أنا بدي أقول المبالغ اللي نحن راصدينه لهذا المعرض نحن كاتحاد الناشرين السوريين كتير
قليلة والشركة عم تحاول تساعد. يعني هو العمل عمل خدمي. نحن اليوم عم نحاول نقدم شيء لسوريا، عم نحاول وبتمنى انه يكون، انا هيك عم نسعى انه يكون المعرض هو المعرض الاول من الناحية التقنية عربيا ان شاء الله، وبتمنى انا انه يحقق. طبعا بده مساعدة، وانا امبارح اعلنت عن لقائي بصفحتي على الفيسبوك، وانا بدي الجمهور يسمع، انا بتمنى نسمع ملاحظاتهم، انا بتمنى نسمع اقتراحات، افكار جديدة، شو المطلوب؟ انت اعطيني افكار ونحن جاهزين لنسمعها، والانسة تعطيني افكار نحن جاهزين لنسمعها ونقدمها ونقول للشركة انه احنا بدنا كذا وكذا وكذا قدر المستطاع. سوريا مليئة بالعلماء، مليئة بالتقنيين والمبرمجين، ونحن عم نحاول مع الشركة وعم نحاول كمان نقدم رؤية حضارية جديدة. بتمنى ممكن بعد أسبوعين نقول لكم أنه نحن تم إعلان تاريخ المعرض. طبعا أنا بتمنى أن يكون التاريخ الأساسي للمعرض. لمعرض مكتبة الأسد هو لن يكون بديلا، يعني نحن ما عم نحاول أن يكون هو بديل عن المعرض، لا لا لا، إنما هو يمكن هو تكون ممكن فكرة يكون موجودة، فكرة جديدة ومكملة وممكن تتطور. نعم. ممكن تتطور ونقول مثلا في العام القادم ممكن يكون مستمر. صحيح. وممكن يستمر شهر المعرض، وهذا المعرض يعني كلها هي أفكار تقنية عم نحاول نقدمها. نعم. نعم، بما أنه عم نحكي عن المعرض الافتراضي، خلينا نحكي شوي اليوم الناشرين السوريين، وخاصة بما أنه صار في مثل ما حكينا كمان من قبل كتير في من المواهب الكتابية اليوم بهمهم شيء واحد هو التسويق. التسويق اليوم الانترنت ممكن كمان يفيدهم بهالقصة، إضافة إلى أنه مثل ما حكينا، حكيت نور قبل شوي عن المشاركات العربية، لكن خلينا نحكي كيف رح يكون التركيز أو آلية المشاركة إن كان عربيا ولا داخليا. هلأ نحن مع الناشرين السوريين اللي عم نحكي وحتى العرب عم نمشي أول بأول، نحن عم نطلع الناشرين على واقع المعرض، والناشرين السوريين حيقدموا كتبهم في المعرض بحسومات عالية مثل ما أنت قلتي، حتى بالمعرض الافتراضي، وحنحاول أن يكون هذا المعرض هو دافع ومقوي لصناعة النشر في سوريا. عم نحاول أن يكون هذا المعرض هو يربط بين مثل ما كان يربط معرض مكتبة الأسد بين الجمهور، يعني عم بقصد القراء، وبين أيضا المؤلفين. وعم نحاول أن يكون، يعني ممكن يكون في ندوات، ممكن يكون في ندوات افتراضية، ممكن يكون في ممكن يكون في ندوات، ممكن في نشاطات ثقافية مرافقة، نشاطات ثقافية مرافقة. يعني اليوم عفوا نحن أمام شيء افتراضي مفتوح، بس هذا قديش مكلف اليوم؟ يعني بده جهود كثير كبيره، يعني تحكي عن تنفيذ وماديا تقنيا نحن اليوم عم نحكي من الناحيه التقنيه، انت اليوم عم تساوي احيانا برنامج بسيط، ان كان برنامج كثير بسيط، خلينا نفترض مثلا لشركه لتوصيل السيارات او لشركه تنظيفها عم تكون تكاليفه كثير عاليه. اليوم كل شيء تقني لأنه عم يأخذ جهود جبارة، عم تكون بين مبرمجين وبين مهندسين وبين إداريين وبين شركات، وفي شيء اسمه أحيانا أسعار بالأساس للبرامج بحد ذاتها. فنحن اليوم عم نحاول قدر المستطاع أن نقدم شيء جديد وشيء ملفت يقدم خدمات للناس، وعم نحاول هذا الشيء المكلف ما يكون تكاليفه من الناشر. يعني أنا حقلكم هذا المعرض الافتراضي حيتحمله الناشرين، لا الاتحاد نفسه، اتحاد الناشرين بدون أي شراكة، بدون أي مشكلة للعارض. يعني العارض ما حيتحمل تكاليف، خلينا نقول اشتراكه في المعرض، حتكون تقريبا المشاركة أو التكاليف المشاركة شبه مجانية. طبعا ممكن تكون في تكاليف إدارية بسيطة، لكن حتكون تكاليف شبه مجانية. ليه؟ لحتى يكون ما يرفع من سعر الكتاب. نحن عم نحاول نقدم كتاب متوازن بسعره. يعني هون بنقول اتحاد الناشرين ما رح تكون تكلفة على حسابه، بحيث المربح ما رح تاخذوه انتم. نحن بالعكس رح تكون تكلفة على حسابكم، بحيث المربح هذا اساسا يكون هو التكلفة، يعني تكفلوها انتم. انا بدي اسمي لك لسه اكثر من هيك، نحن هذا المعرض بالنسبة لنا هو معرض خدمي.
خدمي للناشر وخدمي للقارئ وخدمي للجمهور. نحن كاتحاد، كمجلس إدارة اتحاد الناشرين، كمكتب تنفيذي لاتحاد الناشرين السوريين، حيقدم هذا المعرض هو خدمة للمجتمع. حيقدم هذا المعرض هو تقنية جديدة خدمة فيه للقراء. حنقول انه نحن عم نقدم فيه خدمة للثقافة. بقدر المستطاع نحن عم نحاول. وعلى فكرة بدي اقول لكم على شغلة، ادارات معارض عربية كثيرة حاولت انه تنظم هذا المعرض، ولكن التكاليف العالية، ربما التكاليف العالية في بعض الدول العربية اعلى من التكاليف العالية من سوريا. ربما لازلنا نحن عنا العنصر البشري، خليني أقول التكاليف تبعه أقل، ممكن تكون التقنيات العالية، نحن عنا ما له هذه التكلفة العالية مثل ما كانت في مثل ما موجودة في بعض الدول العربية أو الأوروبية. فنحن اليوم كاتحاد ناشرين عم نستثمر الظروف السورية، خليني أقول الحضارية، الظروف السورية التقنية، عم نستثمر خليني أقول نضارة وقوة وعلمية ومنهجية المهندسين المبرمجين لتقديم خدمات جديدة للمعرض. أنا بتمنى إنه نحن بالمعرض وقت نعلنه، أنا على فكرة رؤيتي وتمنيتي أن يكون مثلاً بواحد تسعة، بعشرة تسعة، بخمستعش، هيك بهالشهرين. ما في موعد ثابت؟ لا لا ما في موعد ثابت، لكن نحن عم ننتظر شوي حجوز الأماكن، المساحة، النطاق، التواصل مع المهندسين. لكن أنا بتمنى هيك. ليش بتمنى هيك؟ مشان نكون مع افتتاح الجامعات. وأنا بدي أكد وبدي أعطي أمل للمواطنين من خلال هذا اللقاء إنه الجامعات إن شاء الله حتفتتح، وحيكون في إلها افتتاح جيد، وحنكون المدارس أيضا، حنكون مع افتتاح المدارس موجود المعرض، حتكون افتتاح للمدارس بشكل إيجابي إن شاء الله. أتمنى أن نكون كذلك، ولكن أنا اللي أتمنى أكثر إنه أن يكون ذلك ضمن أطر صحية وضمن أطر من الأمان للمواطن. يعني نحن اليوم المعرض خليني نقول ضمن هذه الأطر الصحية يعطي فيه نوع من أنواع الأمل للقادم، بأنه رغم كل الظروف، وهذا الوباء على فكرة اللي صاير هو أضعف كتير من المهن والاقتصاديات في العالم. يعني مو بس نحن نتعب نقول بسوريا بس أو شيء، لا لا لا، واضح مع الجميع أنه هو أضعف. يعني أنا بدي لكم معارض عربية كبرى طبعاً ألغيت طبعاً. معارض عالمية هو شل يعني ألغيت. في اليوم أهم معرض للكتاب في العالم اللي هو معرض فرانكفورت، اليوم هذا معرض فرانكفورت في دول كتير خليني أقول ضعفت من المشاركة فيها أو ألغيت المشاركة فيها. أكيد. يعني بالرغم من كل الجهود والتحضيرات اللي عم تقوموا فيها لإطلاق موقع الكتاب الافتراضي، بتمنى لكم التوفيق فعلا، يبصر النور هيك عن قريب وبالوقت أو التاريخ اللي أنتوا حابين يكون في موجود فيه، وأكيد رح نواكب هذا الشيء. شكرا لوجودك معنا. وأنا بشكرك وبشكر الجمهور، وبدي أشكر مرة أخرى الشركة اللي هي عم تتابع معنا، ونحسهم ونقول لهم هذا اللقاء هو لازم يكون عاطي دافع أكبر انه الجمهور احنا لهم عنه هون لاول مره ايمت يكون المعرض. تماما. نشكركم انتم كاتحاد ناشرين سوريين لانه دائما سباقين بخطوات كثير مهمه على الصعيد العلم والثقافه. اليوم ضمن ظروف الحرب اللي عم تعيش البلد، انتم عم تحاربوا الى جانب رجال الجيش العربي السوري. الاستاذ هيثم الحافظ رئيس اتحاد الناشرين السوريين، تشكرك على وجودك معنا. شكرا لك. شكركم وشكرا للاخباريه السوريه، وقريبا حنعلن تاريخ المعرض من الاخباريه السوريه، رح نكون مرافقينكم. شكرا كثير لك. شكرا لك استاذ. اكيد نور من الروح كمان على موقع تاريخي ثاني، هو قلعه صلاح الدين الايوبي اللي ادرجت ضمن لائحه التراث العالمي من افضل الاعمده طبعا المعمارية بالقرون الوسطى، لنعرف كل حجر عم يحكي فيه حكاية تاريخية ونعرف شو قصته. خلونا نشوف هالتقرير. قلعة صلاح الدين الأيوبية تتربع على قمة صخرية مرتفعة شرق مدينة اللاذقية، منتصبة فوق رأس صخري مثلث الشكل ممتدة طولا، ويحيط بالقلعة واديان عميقان يجتمعان معا تحت قسمها الغربي. تنقسم قلعة صلاح الدين إلى قسمين، قسم شرقي مرتفع يضم أغلب التحصينات المهمة
والأماكن الدينية، وقسم غربي منخفض انخفاضا ظاهرا عن القسم السابق، ويضم بعض البقايا البيزنطية، ويحيط به سور لا يزال ظاهرا حتى وقتنا الحالي. في عام 1957 سميت القلعة باسم قلعة صلاح الدين، وذلك تخليدا لذكرى الأمير صلاح الدين الأيوبي الذي حرر القلعة في عام 1188. أما التسمية التي كانت تعرف بها القلعة قديما فهي قلعة صهيون، والتي تعني في العربية القديمة السريانية الصخرة العالية أو البرج في أعلى الجبل، ولا تزال تعرف حاليا عند سكان المنطقة باسم قلعة الصونة. تتميز قلعة صلاح الدين بأنها تحتفظ بمنشآت تعود إلى حضارات متتالية، يذكر منها أول الحضارات وأقدمها تلك المنشآت التي تعود إلى العصر البيزنطي في القرن العاشر، والتي لم يتبقى منها الكثير، إلا أن تاريخ بدء إنشاء القلعة أقدم بكثير من ذلك، فقد كانت تتبع مملكة أرواد ثم آلت إلى الإسكندر المقدوني في القرن الرابع قبل الميلاد. ونبقى بالإنجازات العلمية اللي ما غابت عن المشهد رغم الظروف الصعبة اللي عم تمر فيها البلد. عم نحكي عن إنجاز علمي جديد رغم هاي الظروف، طلاب الأولمبياد العلمي السوري، وإنجاز علمي جديد في مسابقة مندلييف الدولية للكيمياء اللي نظمتها روسيا عبر الإنترنت لطلاب مرحلة التعليم الثانوية بمشاركة 27 دولة. وتميز فيها كمان طالب حصل على البرونزية، طبعا نقول له ألف مبروك. أكيد. أنس عباس عضو الفريق الوطني للأولمبياد العلمي السوري للكيمياء عن هالإنجاز الكبير وطبيعة الاختبارات العقلية اللي صارت بعد يومين. رح نتحدث اللي أجريت عن بعد عبر يومين، رح نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا الدكتور يمن أتاسي رئيسة اللجنة العلمية المركزية للأولمبياد العلمي السوري للكيمياء. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. يسعد صباحكم جميعا، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك. يعني ظروف الصحية اللي انفرضت على العالم أجمع مو فقط على سوريا، فرضت علينا كثير من الظروف عبر الانترنت، يعني كثير من النشاطات والفعاليات الثقافيه عبر الانترنت. هي المسابقه اللي نحكي اكثر عنها نعرف الجمهور هي مسابقه مندلييف الدوليه للكيمياء، هالسنه انقابت عبر الانترنت. هي عاده تقام في روسيا، في روسيا ولكن بسبب ظروف الكورونا وحفاظا على صحه ابنائنا الطلبه فتقرر قيامها اونلاين. وفريقنا طبعا الوطني كان مؤلف من 4 طلاب بمركزين قمناها، مركز كان في طرطوس والآخر كان في حلب. كنا حريصين على عدم انتقال حتى الطلاب ما بين المحافظات، كلهم في محافظته، فسائب عنا فريق من طرطوس، حتى في طالب من حمص اضطرينا ننقل على مركز بس طرطوس يعني عملنا، والثاني 2 طلاب الآخرين كانوا بحلب. فجرى الاختبارات، جرت الاختبارات من هذه المراكز أونلاين، وتم وضع كاميرات تصوير الطلبة، وهن عم يأدوا الامتحان وهن عم يشرفوا عليه هون عم بعد وعم يتحققوا من حسن سير العملية الامتحانية. أكيد. يعني خلينا نتعرف أكثر على الفريق السوري، وخاصة يعني تزامنت كمان هاي الامتحانات مع امتحانات البكالوريا، فخبرينا كيف هيك صار في هالتنسيق بين الطلاب. هذا الشغف يعني هذا ما نواجب، هذا شغف لحتى يبدعوا ويتميزوا. أكيد. هلا نحن من ضمن الفريق الوطني السوري اللي هو عبارة عن 15 طالب كل سنة نحن بناخذهم، بنجري لهم بشهر آذار اختبار بنسميه اختبار الانتقاء لحتى ننتقي من هالفريق الوطني الافضل، بنسميه الفريق الدولي اللي يشارك يساهم معنا بالمشاركات الدوليه. طبعا نتيجه الاختبار الانتقاء حصلنا على 4 طلاب هو فريقنا الدولي، هالأربعة سائبوا السنة بالبكالوريا، عندهم امتحانات الشهادة الثانوية. ووقت كان وقت مسابقة مندلييف نتيجة التغيرات صارت بمواعيد الاختبارات الدولية والمسابقات، ساء
بسبب انه اليوم الاخير اللي عندهم هن في بكالوريا اليوم الاول هو لمندليف، فاضطرينا ناخذ الشريحه اللي بعدهم، واخذنا طلاب كانوا من الحادي عشر، فكنا يعني خلينا نقول هي الشريحه الرديفه. طبعا هن طلاب جيدين متميزين ايضا كانوا عم يتدربوا، بس مو هن الفريق اللي كان لازم يشارك دوليا. الفريق الدولي رح يساهم معنا بمسابقه ثانيه هلا رح تصير رح نحكي عنها. بس قد ايه حلو انه الفريق الرديف اللي هو شارك يعني بدل من الفريق الاساسي ومع ذلك حقق انجاز، يعني كان هو فريق رديف عم نقول عم يشارك لاول مره، أكيد. فينا نقول عم مثل صدر معلومات سريعه ومع ذلك الحمد لله كان في انجاز برونزيه للطالب انس عباس، نوجه له تحيه كثير كبيره، نوجه تحيه كمان لاهله. هذا الشعور انتم كاولمبياد جدا يعني في كمان هيك رغم الظروف قديش فعلا بيعطيكم هيك انه لا نحن موجودين في امان كل الظروف رح نكون، اذا برونزيه اليوم بكره اكيد ان شاء الله الذهبيه. اكيد اكيد، يعني هن الطلاب حقيقه هن مثابرين، كانوا عم يتابعوا مع رفقاتهم بالفريق الدولي كافه الاختبارات والتدريبات، كانوا عم يتدربوا، يعني احنا كنا حريصين انه ندرب فريقين، ندرب كل الطلاب، عم ندرب وندرب، وخصوصي السنه كان التدريب اونلاين، فعم نبعث الوظائف للجميع، الاختبارات اونلاين للجميع، وكانوا عم يتجاوبوا معنا، صحيح عيوننا كان على الفريق الدولي، بس كانوا هدولك عم يتدربوا، وسائبت الظروف انه دخلوا والحمد لله اثمرت جهودنا واعطونا ميداليه. اكيد، بما انه خمس ساعات ويومين اكيد كلكم كنتوا على اعصابكم فيها، بما انه كمان الفريق الرديف شارك فيها، خلينا نحكي التعامل مع الانترنت اليوم صعب، هلا هو ما في شيء صعب على هذا الجيل بتحسيه بيفهم كل شيء، لكن التعامل كخبرات امتحانية أو كامتحان ومع دول تانية، فخلينا نحكي أول شيء عن ضبط الأعصاب، كيف هديتوهم، تعاملتوا معهم، كيف تمت عملية الامتحان عبر الإنترنت غير الكاميرات اللي حكينا عنها. هلا هي انا من هون انا كنت دربهم علميا، بدي اشكر ايضا الاداره بالاولمبياد العلمي السوري اللي هن كمان وفروا لهم الانفراستراكشر، كل هالبنيه التحتيه لوجستيا، كمبيوترات، ناس تصور لهم في سكانر، يعني هن بيشتغلوا طبعا كله عم يتصور الطلاب، جهود جباره بالضبط. بوجه لهم تحيه، بوجه لهم تحيه كبيره للاداريين القائمين بالاولمبياد العلمي السوري، لانهم حضروا لهم كل الانفراستراكشر من كمبيوترات وآليات وعلموهم دربوهم للطلاب، وحاولنا قدر الإمكان كمدربين نهدي من أعصاب الطلاب ونقول لهم أهم شيء تتروا وتهدوا، ومثل ما تفضلتي الهالجيل الجديد بالتعامل مع التقنيات الحديثة الحقيقة هن بالنسبة لهم مبدعين، يعني ما في أي مشكلة، سابقين بأجيال أكيد. بس هي عملية خمس ساعات عم نحكي عن امتحان ضبط يعني ضوابط، يعني بتلاقي الام ما بتقدر تضبط ابنها ساعه واحده وهي عم تدرسه بالبيت، لما انت قديش فعلا مهيئين لهم، نحن عم نحكي عن البيئه والبنيه التحتيه كيف مهيئين لهم هي الظروف لقدر انا اضبطه خمس ساعات يكون مركز بشكل كثير كبير ليومين متتاليين، عم نحكي عن بلدان عالميه، نحن عندنا ظروف استثنائيه، كنتوا لا عم تنافسوهم بشكل اكبر وعم تحققوا انجاز على ارض الواقع. هلا اهم شيء هي شغف، الحقيقه طلابنا شغوفين بالعلم وحابين الشغله اللي هن عم يقوموها، ما عم يجوا يعملوا شغله ما بحبوها، ونحن مدربينهم بالاختبارات الاونلاين انه انت بدك تقعد خمس ساعات وتجاوبني اونلاين خلال خمس ساعات بدك تقعد على الفحص، فهذا كله بيجي بالتدريب، صحيح. يعني في عندك الطالب الشغوف البذره الجيده مهتم، في المدرب يلي عم يحطه بظروف المنافسه الدوليه انه انت هيك بدك تشتغل ضمن هالمنافسه، اذا انت حابب تثبت نفسك ويكون لك حضور عالمي بدك تصبر بدك تشتغل، هن عم يتجاوبوا معنا ونحن بذلنا كل جهدنا انه كل شيء موجود برا ننقل لهم يا قدر الامكان لهون ونعطيهم اياه، والحمد لله ما ضاع جهدنا، يعني الواحد بينبسط انه يلاقي الطلاب عم يتجاوبوا. بدي اسالك اليوم انت كدكتوره يمن شو بتخبريهم قبل ما يتم الامتحان عبر الانترنت او لما يشاركوا بالاولمبياد الدولي، بتعطيهم نصائح معينه خاصه بالمشاركات العالميه، هي التهدئه نقول من قبلكم كمشرفين كيف عم بتكون؟ هلا في لنا دورين، نحن يعني خلينا نقول دور مشرف علمي اكاديمي بيعطيه العلم، انت هيك بدك تشتغل، هي الشغله هيك تنحل، هي هيك بدك تجاوب عليها مشان يقدروا يعطوك علامات عليها، هذا علمي، وفي دور ثاني انا بحسه ابوي، يعني بنحسهم مثل اولادنا اطفال، يعني هن بالنسبه لنا، فمن دائما بنرفع من معنوياتهم، بنزيد ثقتهم من نفسهم، بنقول لهم انتم عم تعملوا شيء كثير مهم، لانه ضمن هالظروف الكثير صعبه القاسيه اللي نحن عايشين فيها، انتم عم تتقدموا وتنافسوا ناس متميزين بدولهم، فيعني مو شغله بسيطه صحيح. ابدا، فانا هذا طبعا اهم شيء اذا نزرع بذور الثقه فيه عندهم، نقول لهم انه
نحن ثقتنا فيكم كبيرة، تحسوا وقت بياخد منك جرعة ثقة بينتشي بيقول لك أنا شكرا أنا ريحتني فعلا أنا كنت قلق. فنحن دورنا ندعمهم معنويا غير الدعم العلمي اللي بنقدم لهم إياه. طيب خلينا نحكي عن مستويات الاختبارات، لما بنحكي عن مسابقة دولية عالمية أكيد مستوى الاختبار رح يكون عالي، هون كيف تكون مستوى الاختبارات؟ ولما نقول انه انتم مشاركين من سوريا ما بيستغربوا يعني بعض الدول المشاركه انه انتم فعلا عم تشاركوا بهي الاختبارات على هذا المستوى العالمي رغم الظروف اللي عايشينها، لانه لهلا ايه بتلاقي العالم تستهجن هيدا الموضوع. هلا نحن ما لنا جداد على هالحقل، نحن سبق من زمان نحن فايتين وعنا انجازات. هلا صار عندنا خبره تراكميه، يعني نحن كمدربين مو اليوم عم ندرب، نحن عم ندرب من زمان، صار عندنا صرنا بنعرف شو المتطلبات الدوليه لحتى انا هذا الطالب يوصل معي ياخذ يعمل انجاز يقدر يحط اسمه. فعالميا صاروا معروف انه سوريا مو مثل صدقيني في كثير بلدان عم تحط مصاري وعم تدفع وما عم يطلع، يعني الحمد لله نحن طلابنا التعب فيهم ما عم يضيع. قد ايه حلو؟ كثير حلو. يعني هذا لو نحن هلا بيشوفونا بيقولوا انه نحن مثلا صف كلام او حكي، بس هي فعلا عم نحكي عن ظروف حرب وعم نحكي عن ظروف استثنائيه. بالضبط. صح. قديش حلو هذا الشعور اليوم؟ شعور رائع ما تصدقي وقت يعني بنعرف انه طالب من عنا حمل انجاز، قديش بنفرح بنقول سوريا تستحق ان تفرح، يعني بنقول سوري بنشد ظهرنا هيك مبسوطين. بالضبط. هذول قدروا مع غيرهم يلي عم ينحط لهم ظروف متميزة ببلد ما فيها حروب وإمكانات عالية، عم يقدروا ضمن هالظروف أنهم يثبتوا نفسهم. لا أنا بحب لكم أنه بمجال الأولمبيادات الحمد لله مو بس بمجال الكيمياء، بالكيمياء وبمجالات أخرى سوريا إلى بصمة بفضل هالشباب الظريفة الطيبة الشغوفة بالعلم. الحقيقة في عنا شباب عنده باشن مثل ما بيقولوا، عنده شغف لانه يثبت نفسه، لانه ايام حتى من الظروف الانسان تخلق. صحيح. تخلق من عم يحم. بالضبط. يفرغ هي الطاقه بطريقه صح. المحنه اللي احنا عايشين فيها عم يحولوها هن شو لفرصه، انه نحن لا بدنا نعملها منحه ونقدر نثبت نفسنا. اكيد. وهذا هو التميز. هذا التميز كمان دكتوره يمان، يعني الكيمياء هي اساس علوم الحياه مثل ما بيقولي، بتدخل بكل العلاقات بتفاصيل الحياه حتى بادق التفاصيل. فخلينا نحكي اليوم، دائما كانوا يقولوا لنا نحن وصغار اذا بتحبوا معلمتكم بتبدعوا، وهذا هي نظريه صحيحه يعني 100%. اليوم انتم مع الاولمبياد كيف كمان العلاقه؟ خلينا نختم، واذا في شيء ثاني عم تحضروا له. اكيد. هلا مثل ما قلت لك سبق قلت لك علاقتنا معهم غير علاقه مشرف علمي عم يقدم ماده علميه لطالب. نحن الحقيقه يعني بتشوفي بتفوتي على صف عم نحن ندربهم، نحن بنشعر به كمان، هن بيعطونا طاقه ايجابيه بسبب اهتمامهم للعلم. فنحن انا كل ما بكون محضره شغله بلاقي عم يتجاوبوا معي بعطيهم شغله اكثر، يعني علاقتنا معهم هيك، وعلاقة حقيقة أنا بحسهم مثل أولادي. فأنا بزعل إذا واحد منهم مرض أو إذا واحد منهم ما قدر يقدم الفحص لسبب ما أو تأخر، فإن شاء الله يعني هذا له أثره أدى أنه طلابنا عم ينجزوا هالإنجازات. هلأ قريبا في عنا ب 25 الشهر مشاركة عالمية أونلاين كمان. أولمبياد إنترناشنال كيمستري أولمبياد يلي كان مفترض يكون بتركيا، طبعا عالميا أيضا بسبب الظروف كوفيد 19 تقرر عمله أونلاين، وسوريا من الدول المشاركة. ب 25 الشهر رح يكون في عنا، هلأ رح نشتغل بفريقنا الحقيقي خلينا نقول الدولي مو الرديف، لأنه خلصوا بكالوريا ومن هلا عم يتحضروا، وان شاء الله يا رب يكون في انجاز ونحكي ونعلنه. اكيد الاخباريه السوريه دائما مرافقه الاولمبيات العلم السوري منذ سنوات لتحقيق الانجازات. نتشكركم اكيد على وجودك معنا وعلى جميع خطواتكم القادمه، بنتمنى لكم التوفيق واكيد مرافقينكم اكيد. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا فيكم. شكرا كثير لكم. معنا. اما هلا نور بدنا نروح على السجل الاخباريه السوريه للاطلاع على اهم الانباء بالمستجدات الاخيره والحديثه مع زميلتنا هديل علي. سعد صباحك يا هديل. صباح الخير زينب ونور، صباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية. موجز لآخر وأهم الأنباء بعد هذا الفاصل.
أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات إغلاق كافة صناديق الاقتراع بجميع مراكز الانتخابات في الجمهورية العربية السورية، وبشرت اللجان الانتخابية بفرز الأصوات، وذلك بعد تمديد فترة الاقتراع لانتخابات مجلس الشعب للدورة التشريعية الثالثة لمدة 4 ساعات في جميع المراكز الانتخابية في المحافظات كافة. تصاعدت في مدينة يافا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 حدة الغضب الشعبي على انتهاك الاحتلال لمقبرة الإسعاف الإسلامية وتجريف عدد من القبور، وقمعت قوات الاحتلال مساء الأحد مسيرة حاشدة جابت شوارع المدينة رفضا لتجريف المقبرة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في المسيرة بقنابل الغاز والصوت، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات. وأخيرا كثف القادة الأوروبيون محادثاتهم في بروكسل على أمل تجنب فشل المفاوضات حول خطة تعاف اقتصادي لمرحلة ما بعد كورونا في ختام يوم سادته انقسامات واضحة. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن نتائج القمة لا تزال غير واضحة، وهي الأطول بين قادة الاتحاد الأوروبي منذ قمة نيس عام 2000 حول مراجعة الاتفاقيات في إطار توسع الاتحاد شرقا، حيث استمرت 4 أيام. أعلن سيرجي بوريسيفيتش مدير المعهد المركزي للأبحاث العلمية التابعة لوزارة الدفاع الروسية أن التجارب السريرية للقاح المضاد للفيروس التاجي في مشفى بوردينغو على وشك الانتهاء، وأوضح أن المجموعة الثانية والأخيرة من المتطوعين وهي تتألف من 20 شخص ستخرج من المشفى العسكري. وقال المسؤول الطبي العسكري الروسي أن التجارب السريرية للقاح الروسي المضاد للفيروس التاجي تم تطويره بالتعاون بين وزارة الدفاع الروسية ومركز جماليا الوطني لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة. الموجز انتهى، عودة إليك زينب. شكرا لك يا هدير، واكيد متابعينا باخر فقراتنا الصباحيه نور. وهلا شيء قانوني اكيد من عالم السياسه، هلا بننتقل لعالم القانون لنحكي عن السرقه الجنائيه او الجنحويه، الفارق بين السرقه الجنائيه والجنحويه نتعرف عليها اكثر ضمن القانون السوري بمساحتنا القانونيه لليوم مع الاستاذ المحاميه رنا ديب. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وصباح الاخوه المشاهدين جميعا. يسعد صباحك يا رنا، اول شيء اشتقنا لك ومبروك التوأم والولاد الجداد. خلينا نحكي ونفوت بموضوع كثير هلا كمان شائع جدا، الناس حابه تعرف شوي عنه قانونيا، قانون الجريمه بالقانون العقوبات السوري، خلينا شوي نعرف عنه اكثر. حنحكي اليوم عن جريمة السرقة اللي هي الحقيقة من أخطر الجرائم في المجتمع. هلا عم نسمع عنها كثير. بالضبط، يعني هلا دائما جريمة السرقة بترتبط كثير بالظروف الاجتماعية، بالظروف الاقتصادية، فتكثر أحيانا وتقل أحيانا. في كثير عوامل بتلعب دور بجريمة السرقة، ومثل ما تفضلتي حضرتك إنه بالفعل يعني جريمة السرقة تحسيها صرنا نسمع فيها أكثر في الأيام يعني الأخيرة. وتحت مسمى السرقة، يعني كل الأفعال تماما عم تكون تحت مسمى السرقه، يعني نعم. انه بهدف السرقه عم يتم قتل، بهدف السرقه عم يتم تماما الفعل الفلاني تماما. فجريمه السرقه نظرا لخطورتها ونظرا لاهميتها افرد لها المشرع السوري في قانون العقوبات عده مواد عالجها بالتفصيل، ابتداء من تعريفها بالشكل القانوني وانتهاءا بالعقوبه وباسباب تخفيف العقوبه وما هي الشروط التي يجب ان تتوفر لتخفيف او تشديد العقوبه. لنبدا اولا بتعريف جريمه السرقه، التعريف القانوني، يعني احنا بالشكل عام بتسالي اي شخص بيقول لك السرقه انه واحد ياخذ مال غيره، تمام، بس في تعريف قانوني دقيق بمصطلحات قانونية. السرقة كما عرفها القانون السوري هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه،
وكل كلمة في التعريف لها مفهوم يجب أن نشرح للإخوة المشاهدين حتى ما يصير في عنا التباس بين جريمة السرقة وبين غيرها من الجرائم. نعم. يعني مثلا جريمة إساءة الأمانة هي تشبه جريمة السرقة في أنه في أخذ للمال، ولكن بعلم جريمة تماما هي الفرق. هذا الفرق أنه بعلم صاحبه جريمة إساءة الأمانة أنه شخص بيحط عندك مبلغ من المال أمانة، يعني المودع لديه لا يحافظ على الأمانة، يقوم بالتصرف بها. هون نحن أمام جريمة تشبه جريمة السرقة في أنه استولى على مال هو مو ماله، ولكن كان برضا وبعلم الشخص المجني عليه. أما السرقة فهي أخذ المال دون رضا، يعني شخص غافل عن ماله لسبب ما، يأتي الجاني ويسلب هذا المال ويأخذه ويضعه في حيازته، يتصرف به وكأنه هو صاحب الملك. هنا نحن أمام جريمة السرقة بالمفهوم القانوني. طيب خلينا نحكي شو الفرق بين السرقة الجنائية أو السرقة الجنحوية. في أكثر من مفهوم للسرقة، قلتي في التعريف تحت أطر معينة لما نقول سرقة، بس في إلى عدة أنواع. نعم. ضمن القانون. نعم. هون نحن عم نحكي عن أنواع السرقة. بالفعل السرقة ممكن تكون جنائية وممكن تكون جنحوية. بدي أحكي هيك بشكل بسيط عن بالقانون السوري أي جريمة، شو الفرق بين جناية وجنحة. الجناية صحيح. دائما هي أشد خطورة من الجنحة، من الجنحة. وتأتي في المرتبة الثالثة المخالفة، يعني كلياتنا بنعرف إذا في جناية فهي أكثر خطورة، يكون ظروفها والظروف اللي تم فيها هذا الفعل على درجة من الخطورة. مثلا لما بقول أنا سرقة جنائية فبيكون في عنا عدة عوامل مجتمعة مع بعضها لحتى تم فعل السرقة. مثلا السرقة المركبة بنسميها بالقانون السوري، لأنه تركب عنا عدة ظروف لحتى تم فعل السرقة. الظروف هي شو؟ ممكن تكون ليلا وبفعل شخصين أو أكثر. لاحظي هون تعدد الفاعل، يعني لما بيكون شخص واحد هو اللي بيقوم بفعل السرقة فبيكون أصعب عليه أنه يقوم بعملية السرقة، لذلك نحن ما بنعتبرها جنائية. مثلا ممكن تكون جنحوية ممكن. أما لما بيكون في عنا عدة أشخاص فهن تكافلوا مع بعض ليقوموا بهذا الفعل الجرمي فسهل عليهم الأمر، فبالتالي صارت الجريمة على درجة أعلى من الخطورة، ولذلك نوصفها بجنائية. طبعا مو بس الليل وتعدد الأشخاص، أيضا مثلا إذا كان أحد الأشخاص مقنع يرتدي قناع فهو يصعب على الشخص المجني عليه التعرف على وجهه. مثلا ممكن يكون حامل للسلاح، وهون بتكون أخطر الجريمة لأنه في سلاح. ممكن الشخص صاحب الملك مثلا أو صاحب المنزل اللي حدا فات على بيته بده يسرقه يجي بده يدافع عن نفسه بسبب فقط وجود السلاح في يد الجاني، هون بخليه يمتنع عن الدفاع عن نفسه وبالتالي تتم عملية السرقة، لذلك هي جنائية. ممكن أنه تكون السرقة جنائية في حال مثلا كانت المكان المسطو عليه هو مكان معد لسكن الناس، يعني المنازل، فلما بتكون انت عم تهاجمي منزل لحتى يتم فعل السرقة، هي السرقة على درجة أخطر لأنه فيها سرقة مال وفيها انتهاك لحرمة الآخرين، فبالتالي هي صارت على درجة أخطر من أي سرقة أخرى. إذن هون نحن نكون أمام سرقة جنائية الوصف. جنائية الوصف يعني خطيرة، يعني عقوبتها أشد. وهلأ في نحن نحكي عن عقوبات السرقة بشكل عام. خلينا لك نحكي عن العقوبات، يعني بعد ما قلنا عن أنواع الجرائم، ومثل ما قلنا انه الجنائيه هي الاشد عقابا بقانون العقوبات السوري، خلينا نحكي عنها، وخاصه انه هلا يمكن في اكثر من حاله ممكن نحكي عنها انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بما حدثت على الواقع فنقلت الناس يمكن بشكل مغلوط، فخلينا نحكي كمان اكثر عنها. تمام. هلا لما بيجتمع هدول الشروط اللي انا حكيت عنهم قبل شوي، فنحن نكون امام سرقه جنائيه هي من اخطر انواع السرقات، نكون امام عقوبه اشغال شاقه مؤبده او اشغال شاقه من 15 ل 20 سنه. هلا ليش انا قلت انه مؤبده او؟ لانه يفعل القاضي او يحكم القاضي بمؤبده او اشغال مؤقت او اشغال انه من 15 20 حسب كم بند من اللي انا ذكرتهم اجتمعوا مع بعض. يعني ممكن يكون اجتمع الليل مع اكثر من شخص فاعل مع القناع، ممكن يكون اجتمع الليل واكثر من فاعل وقناع وسلاح وتهديد بالعنف. فهون في سلطة تقديرية من ناحية تقدير انه عدد سنوات الحبس مثلا او السجن عفوا، فهون بتفرق بالنسبة او ممكن تكون مؤبدة لما بيكون اجتمعوا كلهم وفعلا الشرط يعني الشروط تستوجب رفع العقوبة الى الحد الاعلى اللي هي اشغال شاقة مؤبدة. احيانا نكون امام شرط واحد، يعني ظرف واحد من هذه الظروف، ممكن تكون سرقة جنائية ولكن لا تستوجب عقوبة مثلا مؤبد، تكون اشغال شاقة مؤقتة.
مثلا سرقة على الطريق العام هي من السرقات الجنائية، أيضا عقوبتها أحيانا تصل إلى 15 سنة أو 20 سنة حسب كمان شو الشروط اللي المرافقة لهذه السرقة، ولكن السرقة على الطريق العام أو في القطار في القانون السوري مذكورة بشكل صريح، عندما تكون السرقة ضمن قطار في قطار فهي تكون سرقة جنائية الوصف، لأنه يعني من المتعارف عليه أنه إذا كان في قطار مثلا وسيلة نقل بيكون ضمن شارع مهيئ للسفر أوتوستراد مثلا، فبيكون لا يوجد مأهول بحركة سكانية، فبتكون السرقة صعب ضبط يعني صعب السيطرة عليها من قبل المجني عليه، فهون تكتسب خطورة هذا الفعل الجرمي، وبالتالي هي سرقة جنائية الوصف وعقوبتها أيضا أشغال شاقة. ذكرت زينب نقطة أستاذة أنه عم نسمع بالآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عمليات سرقة عم تتم بشكل كتير كبير، وأنا بدي أسأل عن العمر لأنه نحن عم نتفاجأ بالأعمار بين 14 و16 و18، لأنه أحيانا بيتم اللعب بعمر السارق لتخفيف الحكم عليه. هون لنحكي عن القاصر، يعني لما يكون تحت 18 سنة القانون السوري كيف ضم يعني كيف العقوبة لهدول الشباب، لأنه بالآونة الأخيرة عم يكون أعمار جدا صغيرة عم نتفاجأ فيها. نعم، هلا الحقيقة ذكرتي فكرة كتير مهمة، إنه هدول الأشخاص يمكن يكونوا هن عم يستعملوا صحيح. لا يقوموا بفعل السرقة، في وراءهم أشخاص محرضين مجندين صحيح. فهن هدول المحرضين كمان لهم عقوبة شديدة مثل عقوبة الفاعل، ولكن هذا الشخص اللي هو حدث نحن بنسميه بالقانون السوري اللي هو تحت 18 سنة الأحداث. هذا الشخص هذا الفئة العمرية الحقيقة ما فيها نطبق عليها عقوبة السرقة لأي سبب يعتبروا أحداث ل 18 سنة حتى يتم 18 من عمره. في القانون السوري معرف الحدث هو كل شخص ذكر أو أنثى لم يتم 18 من عمره، فأي شخص تحت هذا السن فهو له يعني طريقة خاصة في التعامل، هو يرسل إلى مركز الأحداث لإعادة تأهيله لإعادة دمجه بالمجتمع، يعني هي عقوبة إصلاحية وليست عقوبة إيلامية، يعني مو مخففة، هي لا تنطوي تحت بند العقوبة جميل. يعني أنا ما بيكون هدفي بهي الفئة العمرية أني عاقب هذا الشخص، بيكون هدفي أصلحه لأنه هو شخص مثل ما تفضلتي مبرر به. طب فترة إصلاحية قد بتكون؟ هلا تختلف الفترة الإصلاحية حسب الجريمة، ممكن تكون سنة ضمن المركز الإصلاحي. طبعا بعد ما يخرج من المركز الإصلاحي أيضا بيكون تحت الرقابة، يعني مو بيطلع من المركز الإصلاحي وخلاص، لأنه ممكن يكون أنه ما يجب قتل ولا تختلف. هلا دائما الحدث وقت نتحدث عن حدث فدائما نحن العقوبة لا تشبه أبدا العقوبة اللي نتحدث فيها عن أشخاص البالغين حسب الجريمة، لأنه الحدث له خصوصية حسب الجريمة، طبعا دائما عقوبته أخف، يعني أو حتى نحن ما بنسميها عقوبة بنسميها عقوبة إصلاحية، الهدف منها إصلاح الحدث إعادة تأهيله إعادة دمجه، لكن الأشخاص اللي وراء الفئة العمرية اللي وراء الحدث اللي هن محرضين أو ممكن يكونوا شركاء بفعل معين هدول لا ما بينطبق عليهم هذا الحكي إطلاقا. نعم، خلينا لكن نحكي عن الحالات اللي ممكن انه يتخفف فيها العقوبة او الحكم، في حالات هيك بتكون؟ طبعا في حالات تخفض فيها عقوبة السرقة ذكرها القانون، عندما يكون المجني عليه هو أحد أصوله أو فروعه أو زوجته أو زوجها، يعني للجاني، يعني من قام بالسرقة سرق أبوه سرق يعني الفرع الأصل وما على جده جدته أو وما نزل. نعم. هون بياخذوا بعين الاعتبار أنه موضوع الأسرة ويعني ترابط الأسروي، فبيحاولوا يخفضوا العقوبة باعتبار أنه الجريمة صايرة ضمن نطاق أسرة واحدة، يعني فلما بيكون المجني عليه أحد الأصول أو الفروع فهون نحن أمام تخفيض العقوبة يخفض منها الثلثان. وأيضا هناك حالات تانية لتخفيض العقوبة، أنه لما بيكون المال المسروق تافه جدا جدا يعني وقام الجاني بإزالة الضرر، يعني سبب ضرر معين تراجع بآخر لحظة مثلا أزال هذا الضرر المبلغ أو أي شيء. رجع المبلغ هو بالأساس مبلغ تافه، فنحن نكون أمام أيضا تخفيض العقوبة عقوبة السرقة. معلومات مهمة اليوم كانت معك الأستاذة المحامية رنا ديب، نتشكرك على وجودك معنا، وأكيد ضمن فقراتنا القانونية بالمستقبل رح نحكي عن كتير تفاصيل بتهم الشارع السوري. شكرا كتير لك. شكرا لكم، وأكيد موضوع السرقة بحر، ولكن صحيح. احنا أخذنا المختصر اللي ممكن يفيد الأخوة المشاهدين. شكرا لكم، معلومات مهمة عطيتينا إياها، خاصة مثل ما قلنا يعني كتير عم نسمع عن السرقات، بنتمنى الكل يكون يعرف الناحية القانونية أيضا بهذا الجانب، إن كان يعني من الصغار ومن الكبار بنتمنى يكون في وعي أكثر بهذا أكيد. الجانب أكيد. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. شكرا لك. لهون زينة بتكون رحلتنا الصباحية وصلت للختام، اليوم كانت فقراتنا منوعة
فقرة قانونية ضمن الأولمبيات العلمية، كمان فقرة علمية وضمن الدستور السوري وانتخابات مجلس الشعب. حاولنا يمكن خلال هالساعة وربع نجاوب على جميع الأسئلة اللي ممكن تخطر على بال المواطنين. بالختام رحلتنا الصباحية خلصت، تحيتنا دائما لرجال الحق رجال الجيش العربي السوري، الله يحميكم يا شباب. أكيد، وكمان نوجه لهم تحية، امبارح مارسوا حقهم الانتخابي أكيد جيشنا البطل، نوجه لهم تحية كبيرة الله يحميكم. وأكيد من لكم لا تنسوا تتابعونا الساعة 1 ليلا بالإعادة، دائما عنا صباح بيحلى معكم ومع أسئلتكم واقتراحاتكم عبر تواصلكم على صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. تبقوا ألف خير وباي باي. باي باي.